خبرنا الأول لهذا الصباح من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اللي أعلنت مستمعينا عن افتتاح مركز افتراضي للرعاية الصحية الأولية اللي هو مركز الرعاية الرقمية. طبعا تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج وعن هذا المركز يأتي ضمن جهود المؤسسة لتوظيف وتقديم حلول ذكية في مجال الرعاية الصحية الأولية للمتعاملين، بيساهم أكيد في الارتقاء بالخدمات الصحية. بتخبرنا أكثر عن الدكتورة كريمة الرئيسي مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. صبحك الله بالخير دكتورة. صباح الخير، يا هلا. يا مرحبا. في البداية أحب أشكر إذاعة الأولى على الاستضافة ودورها الحيوي أكيد في طرح المواضيع اللي تهم المستمعين، وأيضا أحب أرحب جميع المستمعين اليوم. يا مرحبا بك وسهلا دكتورة. طبعا هذا واجبنا أن احنا نعرف ونطلع المجتمع على كل جديد بما يخص طبعا مؤسساتنا الحكومية. أول بادي دكتورة، شو هو مركز الرعاية الرقمية هذا، وكيف يختلف عن المراكز الصحية التقليدية أو اللي نحن ضارين أن احنا نسير لها ونزورها على أرض الواقع؟ طبعا مركز الرعاية الرقمية هو مشروع نوعي تم أطلاقه بواسطة مؤسسة إمارات الخدمات الصحية، هدفه الارتقاء بتجربة مرضانا وإسعادهم. نقوم بواسطة مركز الرعاية الرقمية بتقديم خدمات تطبب عن بعد بواسطة تعزيز أحدث التقنيات الطبية في تقديم الخدمات الصحية. المركز الصحي الافتراضي يقدم خدمات مميزة مشابهة للخدمات المقدمة في المراكز الصحية لكن عن بعد، مثل الاستشارات الطبية، استشارات التغذية، الإقلاع عن التدخين حق جميع المتعاملين بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للمرضى، طبعا باستخدام ملف إلكتروني موحد وشامل مرتبط بجميع المراكز الصحية الأولية، بحيث أن الطبيب المقدم للخدمة يكون ملم ومطلع مسبقا على حالة المريض الصحية وتاريخه المرضي. وطبعا يتم تقديم الخدمة من دون توقف، هذا الحلو والمميز في المركز أنه يتم تقديم الخدمات من دون توقف من الساعة 7:30 لين الساعة 10 مساء بواسطة فريق عمل مختص ومدرب ومؤهل على تقديم الخدمات. نعم، شو الهدف اليوم دكتورة من إطلاق مثل هذه الخدمة وشقايل بتساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة؟ طبعا الهدف هو تقليل المدة الزمنية للحصول على المواعيد وإسعاد المتعاملين، وذلك بتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الصحية مثل التسجيل الذاتي من قبل المريض، بحيث أن المريض حاليا ما يحتاج أن يتم تسجيله من قبل الموظفين المختصين بالتسجيل الصحي، يقوم المريض روحه بالتسجيل للحصول على الخدمة، وهذا يسهم في تقليل الإجراءات وتصفير البيروقراطية وأيضا المساهمة في تقليل الازدحام المروري وتخفيض البصمة الكربونية. نعم أكيد، شيء فئة أنتم مستهدفينها من أطلاق مثل هذا المركز، فمنو هي الفئة المستهدفة دكتورة وشقايل يقدرون الجمهور أنهم يستفيدون ويحصلون هذه الخدمة؟ طبعا الفئة المستهدفة هم المواطنين من الفئة العمرية 18 سنة وما فوق، يتم التقدم للحصول على الخدمة بطريقة جدا عملية من خلال تطبيق مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة، يتم التسجيل بواسطة الهوية الرقمية من ثم حجز موعد طبي بتحديد التوقيت المناسب للمتعامل واختيار الطبيب المقدم للخدمة. وبعد أود أن أضيف أن يتم تقديم أيضا وتوصيل الأدوية للمنازل بالإضافة للاستشارات الطبية خلال 24 ساعة عمل على حسب ما يفضله المتعامل. نعم طبعا، وين ممكن نحصل باقي المعلومات والتفاصيل دكتورة عن هذه الخدمة؟ ممكن يحصل المتعامل على التفاصيل من خلال موقع المؤسسة. نعم قواكم الله دكتورة على جهودكم طبعا اللي أنتم تبذلونها بالارتقاء في الخدمات الصحية أكيد من خلال توظيفكم أفضل التقنيات أكيد للمتعاملين والتسهيل عليهم. حابة أن تزيدين شيء بعد؟ يعطيكم ألف عافية وما تقصرون، شكرا جزيلا على جهودكم. كل الشكر لك دكتورة على هذه التفاصيل وعلى وقتك اللي عطيتينا، يا حسنتي وما قصرتي، بيض الله وجهك. شكرا.
شكرا. كل الشكر لك، الله يحفظك. إذن مستمعينا، كانت يانا الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعرفتنا طبعا على هذا المركز الرقمي الجديد اللي هو مركز الرعاية الرقمية، اللي أكيد يأتي ضمن جهود المؤسسة اللي هي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتوظيف وتقديم حلول ذكية اليوم حق المتعاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية، ويساهم أكيد هذا الشيء في الارتقاء عندنا في الخدمات الصحية من خلال توظيفهم أكيد أحسن وأفضل التقنيات.